السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أوصيكم لغير الحاج يوم عرفة أن تقوموا بهذه الأعمال من باب النصح والتواصي بالحق والإحسان. أولا، صيام هذا اليوم لغير الحاج يكفر وبشركم السنة القادمة والسنة الماضية، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. ومنها حبذا بعد صلاة الفجر أن تبقى في مصلاك وتبقين يا أختي وبنتي في مصلاك حتى طلوع الشمس وترتفع قليلا، ثم صلاة ركعتي الإشراق، ثم لا تنسوا ركعة الضحى ومن زاد فأحسن إلى 8 ركعات. والزموا ذاك اليوم يوم عرفة للحاج وغير الحاج لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في هذا اليوم أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة ولو باليسير، وإن فطرت صائما إن فطرت صائما فلك مثل أجره. لا تنسى الابتعاد عن الغيبة والنميمة والمشغلات، وحبذا تجتنب الجوال إلا للضرورة والواتس إلا للضرورة. أغلق الجوال واتصل بذي الجلال، أغلق الجوال يوم عرفة واتصل بذي الجلال. وحبذا سلامة الصدر بل تجب، والمسامحة، طلب المسامحة ممن أسأنا إليه، وأيضا نسامح من أساء إلينا، مع بر الوالدين أحياء والدعاء لهم والصدق عنهم أمواتا. ولا تنسوا التكبير المشروع الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأيضا الدعاء، كثرة الدعاء والحرص على الإفطار مع الأسرة والدعاء قبل الإفطار يوم عرفة لغير الحاج، فإن للصائم دعوة ما ترد. أرجو من سمع هذا المقطع أن ينشره، غفر الله له ذنبه، غفر الله لمن نشره، وأسقاه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبيض وجهه، وشرح صدره.